قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية باب الترشيح لرئاسة الجمهورية سيخلق زوبعة عاصفة سياسية. هل الكرد يعني كيف سيتعاملون مع هذا القرار تحديدا؟ في الحقيقة بداية قرار المحكمة لم يقل أن فتح باب الترشيح غير دستوري. النص قدامي يقول أولا قرر عدم صحة القرار رقم 4/2022، لأنه قبلها للأسباب قال ليس هناك نص في الدستور يسمح لرئيس مجلس النواب أن يفتح باب الترشيح. يعني لذلك إذن القرار ماذا يعني غير صحيح. عدم صحة يعني مو عدم صحة، يعني خلينا نقول أحسن ما عدم دستورية. الشيء الثاني لا بس لحظة، لا أستاذ برواري، هذا القرار بعكس أستاذ برواري معذرة حتى نثبت النقطة، أنه عدم صحة قرار مجلس النواب لأنه لم يأتي متوافقا مع الدستور، إذن هو لا يتوافق مع الدستور. هذا رأيي. أكو مبدأ صريح جدا بالتشريع والنصوص القانونية يقول لا اجتهاد في النص إن لم يتقبل أكثر من معنيين. الكتلة النيابية الكبرى تتقبل أكثر من معنيين طبعاً. لكن عدم صحة القرار واضحة، مو القرار مو صحيح. هو إذا نقرأ القرار كله والحيثيات ترجع مثل ما أنا قلت أنه رئيس مجلس النواب يقول لك أخطأ، ما كان لازم هو يقرر، الشعب انتخب ممثليه وممثليه هم اللي لازم يقررون، بمعنى البرلمان مجلس النواب يتمثل في إرادة النواب. لذلك قال ثانيا نلزم رئيس مجلس النواب أن يعرض بالضبط، أن أقراها، قرار فتح باب الترشيح على مجلس النواب والتصويت عليه أو عدمه. هذا أنا برأيي الشخصي هذا القرار بعكس القرارات الثلاثة الأربعة السابقة ما خلق مشكلة وأزمة، لأن أنت سألتني راح يصير زوبعة. بالعكس هذا القرار انفرد بأنه رسم خارطة الطريق لحل المشكلة. تسألني آني شي يصير لو آني بمكان الأستاذ الحلبوسي، أسأل النواب في الجلسة القادمة هل القرار اللي إحنا اتخذناه بفتح باب الترشيح راضين عليه أنتو لو لا؟ وهذا اللي طالب محكمة الاتحاد طالب بي يسألهم هذا السؤال. إذا قالوا إيه هذا يعني ينطي شرعية للقرار رقم 4 وينطي شرعية للذول 33 المرشح الباقين بدون أن نحتاج مرتلق نفتح باب الترشيح وتجي أسماء جديدة وندقق بملفاتهم ونرسلهم للمحكمة الاتحادية ونضيع 20 يوم اللاخ. شفت؟ إذن هذا القرار هالمرة حل مشكلة وساعد مجلس النواب على أن يحل مشكلة بدل أن يعقدها. لهذا مو الحزب الديمقراطي الكردستاني، انا اعتقد كل اللي يشاركوك بالمقدمه اللي حجيت عليها انه تضييع الوقت والى اخره، كلهم فرحانين بهذا القرار لانه ينطينا الامل انه فرص الغاء العمليه السياسيه وعرقله الخطوات المقبله صارت اقل، واكو خطوه سهله جدا. حتى اذا ما اخذ برايي الاستاذ حلبوسي وقال لهم تريدون نفتح باب الترشيح لولا، وقالوا نعم وانفتح باب الترشيح وجت قوائم جديده وهذا، ايضا هذا نفس النتيجه راح يوصل. يعني بالنهايه احنا راح نوصل الى النتيجه اللي راح نوصل لها نتيجه هذا القرار الى نقطه الصفر اللي بدا بها اليوم اللي قد تم تقديم اعتراض على قرار فتح الباب، لان النتيجه نفسها راح تكون نفس اللي اذا صار اقتراحي صح او الثاني نفس اللي قدموا للجوله الثانيه، يعني المره الثانيه راح يقدمون سيفياتهم. طيب. سيفياتهم كذا، يعني نوصل نفس برواري. الوضع. لذلك القرار بلي ما يخلق مشكله بل حل، انت طريق حل للمشكله.